قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن المحرمي قائد قوات ألوية العماليق الجنوبية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك يعمل بلا حس وطني وهو كثير الكلام وقليل الإنتاج. جاء ذلك خلال جوابه على سؤال قدم له عبر وسائل الإعلام عن دور رئيس الحكومة معين عبد الملك، وتابع اللواء المحرمي بأن رئيس الحكومة لم يكن جادا في تنفيذ ما يطلب منه، مشير إلى أنه لو فعل ما يطلب منه لكان الوضع أفضل بكثير، وأضاف بأن هناك أشياء ممكنة لم يقم بها رئيس الوزراء وكأنه ليس مسؤول عن الأوضاع. وذكر المحرمي بأنه لم يشعر بأن رئيس الحكومة يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مستوى الأشياء الممكنة المطلوبة منه، وقال إن معين عبد الملك ومن حوله هم الذين طالبوا بإسقاط النظام في العام 2011 في الساحات، فلا يمكن من كان دأبه إسقاط وتخريب النظام أن يعمل على إصلاح النظام أو أن يقدم أقل الخدمات للشعب ويحارب الفساد إلا من رحم الله، وهو قليل جداً. وأكد المحرمي في تصريحاته أن هناك حقائق كثيرة تدين معين عبد الملك على إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير من الإصلاحات وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب. وفي اجتماع له مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، تحدث رئيس الحكومة دكتور معين عبد الملك حول التحديات والمعوقات التي تعيق عمل الحكومة وتحسين الخدمات والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي. وفي الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، قال رئيس الوزراء إن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية وكل إجراءاتها التعسفية. وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود. هذا وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات حول خبر استقالة رئيس الحكومة عقب التصريحات الأخيرة للنائب المحرمي باتهامه لرئيس الحكومة معين عبد الملك بالفساد وعدم قيامه بالمهام المناطة به على الشكل المطلوب وتهربه من معالجة الأوضاع الاقتصادية. وجود حقائق كثيرة تدين إخلاله بالوظيفة العامة وتفريطه في كثير من الأمور حسب تصريحه. وبالتزامن ناقش رئيس الحكومة خلال لقائه السفير الاندونيسي لدى اليمن محمد أرزانا تداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي، وتطرق اللقاء إلى الموقف الاندونيسي الداعم لإحلال السلام واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وكذا الرفض الكامل للحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد الشعب وإجراءاتها التعسفية بحق القطاع الخاص والبنوك وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب. من جانبه جدد السفير الاندونيسي موقف بلاده الداعم لجهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لإحلال السلام وتطلع اندونيسيا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. ونتيجة للفشل الحكومي يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأخرى في مناطق سيطرة حكومة الشرعية دون وضع هذه الحكومة المتهمة بالفساد بحلول لهذا الانهيار الكارثي. وقالت مصادر مصرفية أن سعر الريال اليمني اقترب من 400 ريال مقابل الريال السعودي الواحد، وهو أمر كارثي ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة في حال عدم وضع حلول بشكل عاجل وسط صمت حكومي مريب رغم تحذيرات المراقبين وخبراء اقتصاد. هذا وعقب تداول الاتهامات بشأن تحويل مبالغ كبيرة من البنك المركزي في عدن إلى مأرب تحت حسابات غير معلومة وارتفاع حدة التوترات السياسية في البلاد، نشرت الوكالة اليمنية بياناً توضح فيه نفي صندوق النقد الدولي الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني أو الوضع الاقتصادي في اليمن، ولا وجود لأي تقارير دولية توضح صحة الاتهامات المتداولة، فيما ذكر مراقبون أن قضية انهيار العملة المحلية في المحافظات المحررة تظل قضية سياسية بامتياز، الهدف منها مواجهة الجنوبيين وإجبارهم على تقديم المزيد من التنازلات والقضاء على طموحاتهم في استعادة دولتهم الجنوبية. ومنذ بدء الحرب احتضنت العاصمة عدن في وقت لا يحتضن فيه أحد، وأصبحت ملاذا للمشردين الخائفين الهاربين التاركين أراضيهم.
أصبحت حينها عاصمة مؤقتة لحكومة شرعية نازحة حتى استعادة عاصمتها التي أصبحت معقلاً آمناً لجماعة حوثية إرهابية دون أن تستطيع حتى الآن على تحريرها منها. فإلى متى ستبقى عدن عاصمة مؤقتة لحكومة نازحة لم تتقدم خطوات تحرير أراضيها؟ التقرير التالي يحكي وصفاً عن حالة الانزال السياسي وصراع الهيمنة على العاصمة. بعد مضي أكثر من 7 سنوات لا تزال محافظة عدن الجنوبية عاصمة مؤقتة بالنسبة لحكومة الشرعية في الجنوب، فعلى خلفية أخلاقية لإغاثة الملهوف سياسيا لم يجادل الجنوبيين في جعل العاصمة عدن عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية النازحة على أمل استعادة صنعاء في مدة معينة التي لم تقدر حتى اللحظة على استعادة صنعاء من قبضة الميليشية الحوثية الإرهابية. ظرفي المؤقت لا يتعدى في أحسن الحالات سنة أو 3 أو 5 سنوات، فإن مدة إعلان عدن عاصمة مؤقتة أصبحت الآن في حكم المنتهية، خاصة أن تلك الحكومة الفاسدة جهارا نهارا لا تتقدم خطوة باتجاه استعادة صنعاء التي أصبحت معقلا للجماعة الحوثية الإرهابية، واستمرأت ممارسة المماحكات ضد الجنوب وإرادة شعبه الحرة التي حجمت ميليشيات الحوثي ومستنسخي القاعدة في مواجهات غيرت المعادلة على الأرض. الجنوبيون اليوم أصبحوا يطالبون بعدم تجديد وتمديد الإقامة المؤقتة للحكومة اليمنية، ويطالبون باستعادة دولتهم الجنوبية وعدم البقاء على احتضان حكومة متورطة في أعمال عدائية مخلة بأمن مناطق الجنوب المحررة واستقرارها ومحاربتها بالخدمات حسب ما يراه مراقبون. متابعون للشأن المحلي أكدوا بأن من لم يتقدم خطوة باتجاه استعادة عاصمته الدائمة المستباحة من قبل الحوثي لا يجدر بالعاصمة عدن الحرة أن تمنحه شرف الإقامة المجددة الممددة، فمأرب المحررة التي تمد الحوثي بالوقود أقرب إلى العاصمة الدائمة على أي حال من عدن أو المكلا أو سيئون. إنهاء العقد المؤقت ينبغي أن يكون فعلا على الأرض يحقق إرادة شعبية حرة معلنة للشعب في الجنوب. فإلى متى ستبقى عدن مؤقتة يدفع ثمن الإقامة أبناء الجنوب لراحة تجار الحروب والأزمات؟